مرحبا. نحن اليوم في عنا حلقة مع حنان. كل الناس بيقولوا حنان شو مهضومة، حنان شو شطورة، حنان كانت مع تيتا لطيفة، كل الناس بيحكوا كمان بحنان. نحن ضيوفنا صاروا معروفين وكل العالم صارت تعرفهم، بوقفوهم بالطرقات وبسلموا عليهم وبعيدوهم وكل هيدا. اليوم بدنا نشوف حنان شو بدها تعملنا، كل مرة بتعملنا غير شكل. اليوم شو يا حنان؟ أهلا وسهلا. تيتا لطيفة، أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ أنت كيف؟ أول شيء الله يطولنا بعمرك، خلي لي وتدلي قدامنا وتدلي على راسنا كلنا. لك يا حبيبة قلبي، الله يخلي لي راسي. وبدك بوسة الله يرضى عليك. خلتني بدي أعمل بطاطا مع لحمة بس بطريقة غريبة. طريقة غريبة، هلا بشوفوني على الهواء. نعم. مع لحمة وبطاطا. نعم. وجبنة. وبدي أعمل كمان كريب حلو. قلب الجاتو. نعم. ألوين. ألوين. ألوين كله من الشمندر والجزر وال. وهو يعني كله. نعم. بسلو. نعم. وبدي أعمل الدجاج، سلقة دجاج بعملهم بقج بالكريب. بالكريب. نعم. كتير. وراح أعمل هيدا البطاطا بقصته وسلقته. إيه؟ يعني نت مع البطاطا. بيطلع كتير حلو. طيب ليكي شو قصة هالفيران هودي؟ هالفيران زينة تيتا بس. زينة. والجزر زينة منحطهم. ولك يسلموا هالإجابة. وبدي أعمل سلطة، سلطة مشكلة. أوكي. كل الألوان. والحلو؟ الحلو الكريب. آه الكريب. نعم. أوكي. كتير. هلأ بلش بالبطاطا. نعم. والجبنة يلا. قرك. كتير مني. هاي. هلأ مش رح نبلش، دقيقة بعد. بتولعي لي ال بتولع لك. اعملي معروف لانه هرمت البصله. هرمت البصله. ايه؟ مشان تنقليهم. نعم. ايه بدك تحشيهم مع البطاطا؟ نعم. هاو قسم مع البطاطا. طيب. قسم في توم مع البطاطا ها. نعم. وهودي مع الدجاج من دون توم. اوكي تفضلي. فاذا هلا اثنين احنا فرمنا البصل. نعم. حطيناه على النار، شو بدك تبلشي تعملي لنا هون؟ هلا اثنين بدي صف البطاطا. ايه تفضلي. هلأ هيدا الجاط. نعم. بدنا نصف البطاطا هون. هيدا البارميزان بدنا نحطه بالأول. الجبنة بالكعب. نعم. أها. تما تلزق. نعم. البطاطا بالكعب. طيب ما هاي الجبنة ما بتسيل شوي؟ ايه مبلا بتسيل. بس بتطلع مع البطاطا. ايه بتطلع. أوكي. مقلية. اوكي هلأ ني عم تعملكن معنات اشياء جديدة. نعم. إيه؟ هاي البطاطا. إيه؟ قصقصتها على المكنة. إيه؟ وحطيتها بمية السخنة. إيه بس حطيتيها حب. مية السخنة. مية السخنة. اوكي. من شان ما تتكسر معي. نعم. اوكي تيتا. اوكي. اوكي. يعني شغلي هيني. ونستفيد اشياء. نعم. اوكي تتوت. اوكي يا حبيبي. شو في جديد عندكم هون؟ شو في لي زمان ما شفتك؟ انت شو عم تعملي بهالايام؟ انا تيتا بالبيت لعندي ولادي، بالبيت لعندي ولادي. ايه ما سافرت لعندهم بهاليومين؟ لا. اوكي. لا لانه هن بدهم يجوا. قلتي لي اذا الله بيريد. إيه الشهر الجاي بتكونوا هون غير يا شهر اثنين. يا اهلا وسهلا فيهم. طول عمرك وقبل ما يجوا اولادك بالسلامه يا رب. كتر خير ربنا، نشكر الله وكتر خير الله. اي الحمد لله يا تيتا. الله يحميهم ويضلوا طيبين ويجوا يروحوا. اكيد اكيد. هلا بدي احط الجبنه. إيه جيبي لعندك حبيبتي. بس ميعة. أيوة. الجبنة. أيوة. على الشوب. على الشوب. ايه اكيد. هاي الجبنة تطوطة. اها. لا الهيئة أكلة كتير طيبة هيدي. هيك تنشوف. ايه طولي بالك. هيدي شيء غير شكل. بتطلع مثل الروستو تيتا. نعم. كيف الروستو؟ اها. هلا بتنلف. ميرسي تيتا عم بتحركي لي البصلة. ليكي حبيبتي. ايه روحي. اعملي معروف أي هي اللحمة اللي بدك تحطيها هون. ايه يلا نحن دبلنا البصل. يلا لحمة. اعملي معروف. قسم لهون وقسم لهون. اوكي. نعم. ايوه.
عم بتروحي شي مطرح ولا قاعدة بهالبيت؟ تيتا وقت بروح مطرح، ما عندي ولادي، قلت لك انا وين بدي اروح؟ اكيد اكيد ياخذوني ولادي بيشمموني الهواء وبيرجعوا. كثير منيح كثير منيح، كثر خير ربنا والله يخلي لنا هالولاد. طول عمرك. نحن بلا اولادنا ما بنسوى شيء يا حنا. بدي احط جبنه كمان بعد. نعم. كمان جبنه هيدي غير شكل. اوكي. الجبنة اللي بدك اياها فيك تستعمليها تيتا. اللي هن بحبوها. ايه هاي بتموع الجبنة. نعم. هلا بدي اعمل البصله. نعم. من شان الدجاج بدي اعمل الدجاج شو اسمه بدي شو بقج بقج بالدجاج. بقج من الكريب. بقجه. اي بقجه بقجه. 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 هيدا الكريب انت عملتيه حنا؟ نعم. ايه كيف عملتيهم؟ الكريب هيدا عجينة الكريب كل العالم بتعمل الكريب. ايه الكريب. بس انا تلونهم. نعم. عملت جزر، عملت شو اسمه؟ سبانخ. سبانخ وعملت شمندة. نعم. عملتهم ورجعت عجنت فيهم. اوكي. عملتي لنا اياها العجينة ملونة يعني. نعم. اوكي. يطلعوا ملونين القالب يطلع ملون. اوكي. هلا نيفا اذا بدنا ننطر اللحمه. ايه اللحمه بدها شيء تبرة تنحط الفرن بعد. نعم. يعني ما تخافيش من اللحمه. اوكي. هي بس تدل باردون. شو بدك تعملي؟ بدي اخفق هاودي. هاو شو؟ هاودي مشان ال هاودي دجاج مسلوق. دجاج مسلوق. فرمتي معهم بصله. بصله نعم. ايه بس؟ ايه وبحط جبنه معهم. كمان؟ نعم. ايه بينخلطوا معك بهيدا حبيبتي؟ ايه ايه بخلطهم تيتا. هلا هلا بحط لهم جبنه. نعم. بس مدي الكريب بحط الجبنه. اوكي. وحط لهم ملح وحط لهم كل شيء. نعم. هيدي ماني عايزتها. منك عايزتيها شيليها. هيدا الكريب يا تيتا. ليكي تيتا الاخضر كيف بيطلع. ايه حلوين حلوين. يعني هيدا تلوين طبيعي. نعم. وهيدا الشمندر. ايه مش حاطين صبغه. شوفي تيتا الشمندر. نعم. ايش لونه حلو كثير الشمندر. هلا القالب بيطلع ملون. ايه. هلا هاي اللحمه لشو هاي لشو؟ لانه هاي حطيتي بصل وثوم. ايه معلش. وهيدي حطيتي بس بصل. ايه معلش. ايه لوين هودي؟ هاو بدي احطهم للبطاطا. اوكي وهاو؟ وهودي بنحطهم معهم. بدي شي حطهم بقالب الفرنجي. اوكي اوكي. هلا بلفهم بجبنه وبعملهم تيتا. طيب. طيب. بس بدي كسر ال بدك تكتر شو؟ هلا ما حطيتي شيء هون بهارات. هلا بنحط؟ اي يلا. بس تكسرهم هودي العاملين. ايه. بدهم وقت تيفرطوا. يلا ها. تكي بنفرطهم. وبنفرط ابوهم وستهم وجدهم. يا تتوتي. حبيبتي. دايما بيقولوا لي انت بتقولي لها التتوتي يا تتوتي، ما حدا بيقول لها غيري. ايه. بقول لهم لاني بحبها. ايه. هي بحسها ايه تبتوتي انا لالي خاص. بتعرفي انه مريت بصيروا يقولوا لي بيجي لعندك ناس من عمرك وبيقولوا لي تيتا. ما هيدا هيدا الاصل. قلت لهم هيدا اللقب تبعك. نعم. يلا جيبي لنا هودي. ما بدهم شيء بقى بتطفي لي اعملي معروف. ما بدك تجيبي البهارات؟ بلا بنحط لهم بهارات تيتا. اوكي. وهيدي كمان. ايه ما بدهم شيء بس تبع زغر هون. يلا.
اوكي. وميرسي يا تيتا لاني شغلتي. يا هلا. هات لنشوفها مش بالشوكه حياتي مش معلش يا تيتا مش عم بحكي جوا انا. خذي هذيك. هلا بهارات ما في شيء بهارات يعني. هاي بهار. بهار شو؟ بهار حلو. حلو نعم. وهذا بهار حلو. اوكي. انا بهاريت ما بكتر خلي طعمة الاكل هو زيته. اوكي. وهي قرفة. وملح. وهلا بنحط ملح. هاي قرفة. اوكي. كل العالم تعرف القرفة. نعم. وهيدا جنجر. جنجر بدي احط لاثنين. هلا بنحط شوي زنجبيل. ايه. بيعطي طعمة. نعم. ومفيد. موه. ايه. اوكي. وهي كمان. الزنجر انا بقطش من بيتي. كثير ناس. والتاني شي بغليه وبشربه من عشان. ايه عم يعني بيغلوه مثل البهارات. نعم. نعم. ميرسي يا تيتا. هلا هودي خلصنا الحشاوة خلصت. بس خليني يبردوا شوي. يعني هلا نتفينا عنهم. نعم. بدنا نتركهم شوي. نتفي يبردوا. نتفي يبردوا نعم. نعم. اوكي. بهالوقت هيدا. بدي اعمل البقاج. نعم. بهالوقت هيدا بدنا نعمل الدجاج بال. هيدا الكريب تيتا كريب العادي. الكريب العادي. ايه. اوكي. بس بدي اعملهم بقج. بقج شو بتقولي؟ بتعرفي شو؟ شو؟ عنا بريك نحن. بريك؟ ايه بدنا نرتاح شوي ونرجع لكم، خليكم معنا. اوعى تروحوا مطرح كثير حلو في اشياء حلوه. رجعنا من البريك، هلا بدها تبلش تعملنا الكريب بالدجاج. ايه بالبقج، بقج شو بقولوا لهم؟ شو؟ بقج، بقجة. بقج، بقجة. 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 بقجة، بتعرفوا شو بقجة؟ من زمان كانوا الناس يحضروا ثيابهم، يحطوهم بشرشف ويربطوا الشرشف، بيقولوا لها بقجة. هلا هي عم تعملنا بقجة بالكريب. بالكريب. يعني. احلى شيء البقجه بالكريب. اه. ايه وين بدنا نحطها هلا؟ بدنا نحطها بجاطي الازاز. شو وين بدنا نحطها يا تيتا؟ بجاطي الازاز. بس ما توقع. روقي تجيب بجاطي الازاز. ايه جيب جاطي الازاز جيب. ما إذا حطيناهم حد بعضهم صاروا يهدوا. طيب هيدا اسمعي تيتا تشيل هيدا لكن من هون ها. تشيل الكريب. روقي شوي. تحط هيداك. بأمر عيونك أنا. يلا. خليه على جنب. لا لا خليه هي تحطها بالفرن فرد مرة. فرد مرة؟ إيه. يلا. كله شغل. كله شغل. هلا عم نحط اللحمة. هاي اللحمة. اوكي. حنان بدنا نعلي صوتنا تنسمع ايه حبيبي وبنحط شوي من هو. خليني يطلعون بحبحين لأنه هو كتار على. اوكي. أنا بقولوا لي كثير صوتي عالي يا تيتا. لا مش عالي، هلا عليها ما بدنا نوشوش. ايه. بدنا المشاهدين يسمعونا. وشوشني فإذا وشوشني. هلا بدنا نرجع نحط جبنة على الوش. أكيد. ايه. شو بطيبها غير بدك الجبنة؟ بدك ترجع تحط البطاطا؟ أكيد. بدك تحط دورتين بطاطا؟ نعم. ينعم عليك. لازم نكتر جبنة هون. أوكي. ونحط البطاطا نرجع. البطاطا؟ نعم.
البطاطا البطاطا يا عيني على البطاطا. شو بقل شو بتقول؟ طعميني خبز وزيتوني بيعشيني بطاطا. قديش مستحلي يعيش جنبك يا ابو الدراويش. شفتي يا تتوتة؟ ايه شفت. لا صينية حلوة حلوة حلوة. ايه وين رح يروحوا؟ هاي رح تبقى فيها ما هيك؟ نعم. ايه اكيد بتضل منظرها مثل ما هي هيدي لانه حلو منظرها. هلا في عندك مكنة انت تقص البطاطا؟ نعم. ايه لانه هيك البطاطا بالسكينه ما بتنقص معكم بهالرقيه هيدي. نعم. ايه بقى بدنا مكنة. حنان عندها مكنة. هاي على الفرن؟ على الفرن. على الفرن يلا. هلا بنرجع نشتغل. ها شو بدنا نعمل هلا؟ ها هلا تنكفي البقج. تنكفي البقج. اوكي يلا حطي هون تنشوف شو عم بتحطي. ها ايه يلا. خلص رح خليهم هيك تيتو. طيب يلا اسمع اسمع محشية. سوري. بدك تضبيها بلا حشي؟ بدك تزعبري؟ لا بدك. لا يا عم فكرتك بنتشليها. ها اعطيني اعملي معروف هاي. حنان هاتي حملها. رايت. خلص. قومي هيك قومي قومي تقلي. بدك تشكيها بالكردون مش هيك؟ بتنشك معك؟ ايه يحا يحا. شيلي حطيها هونيك. خلص تيتا خليها هيك. يلا ايه ايه خليها خليها هيك. يلا كفشيها. هيك هيك اسمها بقجي. مظبوط. هاي ملعقة صغيرة. خلص خلص بدي خلي للفرنكي. لأنه من المفروض بدي خلي للفرنكي. من المفروض إنه نشكها بشغلة طويلة. هيدي طويلة بس تخينة. فهمتي كيف؟ وي. إيه تاني مرة بنجيب قرفة. أوكي هلا خلي على بعضهم بيقعدوا. بيتسلوا مع بعضهم. اوكي تيتا عم بتنسيني الجبنة. يلا. يا تيتا بقش تحطي لي من هون. اوكي لاني بدي احط للقارن اللي للباجيت. يلا هيدي جاية من ملونة. هاي وحدة؟ ايه. اوكي. جاية فأمنا هيدا. هاد الدجاج بدك تحطي بالباجيت معه كمان؟ لا. حط اللحمة. خلص خلص بقش تحط. خلص؟ ايه. قلتي لي حطي نتفة ما عليك. طيب نتفة داخل النتفة تبعك يا تيتا. ايه. اوكي. يلا. هاي وين على الفرن؟ على الفرن. على الفرن بعد نجيب. يلا حيلا لون رح جيب. شو رأيك تيتا؟ شو حبيب؟ حيلا لون. بدك تعملي بعد وحدة؟ أنا عملت اثنين. هاو ده البقج هلا خلصنا منه. ها بعد في وحده. هيدي ملونه بسبانغ. هاي بسبانغ. نعمل وحده بعد. اوكي
يعني بالحساب نحن عملنا طبختين هلا. يا عم يكونوا أربع للزعلانة. لا مش زعلانة أبدا، بس فكرت يعني إنه أنت حنان غير شكل، شهلة شطورة وحلوة وقرقورة. نعم. إيه. عملي معروف على الفرن. خلينا يصيروا مثل بعضهم. نعم. طيب شو عنا هلا؟ عنا الباجيت. نعم. شو بدك تعملي؟ ما هيك بصيروا يلزقوا على بعضهم على الوجه. يلزقوا تيتا. ما اعمل لك كل وحده لوحده ولا شو هلاقي احلى يلزقوا على بعضهم. يلا. اوه وين شيلتك هون؟ خلصت؟ لا تيتا بس تحط هاي فوق. اوكي. بتعرفي ليه ما زبطوش معنا البقاج؟ لانه عشية. خليني حياتي خليني. عشية عاملة انا ال يلا هلا شو بدك تعملي؟ بدي اعمل الهيدا. هو الباجيت؟ ايه هو بدي احطهم بالفرن تيتا. بشو؟ بدي احط لهم زبدة. ايه بس هلا ما بيقدر، صار في صينيتين بالفرن. بحطهم مع الصينية. بيزبطوش؟ لا ما بيزبطوا، هلا بعد شوي بنحطهم. اوكي تيتا. يلا. هلا بس نشيل أول صينية بنحطها. يعني حشيناها لحم وجبنه ما هيك؟ اكيد. ايه بدك تحطيه بالفرن كمان هو؟ دقيقة. دقيقة؟ ايه طيب. فإذا بدك تحضر صينية بنحط هودي مع هودي. اوكي طيب. اوكي؟ يلا. انت حشي على مهلك وانا بهالوقت هيدا بدنا ناخذ استراحه صغيره ونرجع لكم. نحن بعدنا عم نحشي واللي ما حشى يحشي. يلا بنشوف وين صرنا. مهضومين اختراعاتها حنان، مهضومين. يا تيتا الواحد بده يتسلى، بشو بيتسلى؟ بالاكل. عفيكي. ايه ها. واحد شو عنده؟ ها. بياكلهم بيبقى مبسوط فيهم اللي بياكل. نعم. قبل بدك تحط اللحمة. قشطوا من تحت روقي تيتا. يا الله. اخ حنان بتضحك حنان. يعني لو بتشوفوا كل المشاهدين بحبوها لحنان هي عم تطبخ قد ما هي مهضومه. هاش تقولي لي هيك يعني مش هالقد انا على تيتا. لا مهضومه. اذا مهضومه من وراكي. أنا خايفة ما تعرفي تجاوبيني. هلا حط البطاطيت حدهم. إيه. نحط لهم زبدة. ما بتقعد وحدة هون قعدوا. لحظة تقطع. يلا هودي ما بدنا شيء. كيني عندك دكتورة إذا بتريدي. يا حنان عم بتوشوشيني.
سكيني زغطورة. زغطورة على قد تيتا حبيبتي. ما أنا صغيرة، ما تفكري أنا كبيرة. لا لا مش كبيرة أبدا. آه. أنت كبيرة بالقد والقيمة حبيبتي، بس زغطورة أنت. إيه إيه معلوم. هلا هودي الباجيت حشيناها جبنه ولحمه مفرومه، نعم، وبدنا نحطها بالفرن. نعم. هلا هون هودي رصيف بطاطا كبار، سلقتهم نص سلقه ومشققتهم كلهم بارتي 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 هون، وعم بتحط بقلبهم زبده تتحطهم بالفرن. اي وانا حطيت لهم ملح. نعم. انا بالسلق يعني. بالسلق. ايه ايه، وحطيت لهم ورق غار تطلع طعمتهم طيبه. البطاطا؟ نعم. ايه بون على قفاك ليش لا؟ ها. اوكي. مشان هلا اثنين بيحمروا. ايه. هن مستويين بس انه ما بديش يجوا على الباجيت. ايه شو لين؟ بيمغصون بطنهم؟ لا يا تيتا بيطلعوا طيبين. ايه. اوكي. ليك حياتي. اها. هيدي خليها هون وطليها على الفرن. اي اوكي. ها اوعى يكون الفرن بهالشيء. لا لا الفرن بقى. ها اذا بقى خايفه. لا كتيتا شو حلوين. طيب هو تسخين يعني. نعم. هيدا خليه هون وطليه على الفرن. على راسي. خلي راسي. لو منك ننسى الفرن. ايه بعرف. صرت معودة أنا، ما تخافي. خلي لي قلبي. هو ما بدهم بقى تيتا. شو حبيبي؟ خلصوا. خلصت؟ حطي هاي فإذا. يلا تشيلها حبيبي. هاي حبيبي. وهي كمان ما بدها كثير. لا. ايه. عمهلك عمهلك. بتحتني اياه عم تغلي. ها. تفضل. شكرا يا عزيزتي. وهي تفضلي فيك تحملي لي يا ماما. العين. بدي سكينه او ملعقه كبيره عندك حبيبتي؟ عندك بالجرور بالجرور. اصبط شي ملعقه. ها؟ اصبط شي ملعقة. ملعقة، أنت بتعرفي شو بدك. هيدا شو عملتيهم هون؟ هودي شوكولا وكريم فريش. اه يعني مدوبة الشوكولا؟ نعم. وحاطة معهم كريم فريش. وهيك شديتهم بتطلع؟ ايه ليه ارتاحوا معي لان لازم على البراد يشدوا. اه لازم. ايه ملاش عم بقول لك. ايه. تخلط لك اياهم لنحط الوان الوان. خليني الوان الوان لمن بقصوه بيطلع كثير حلو. اوكي. مش مستعجلين نحن، مش مستعجلين. اشتغلي على مهلك. ايه بس بياخد وقت تيتا هيك. ايه معلش معلش وقتنا معنا. الجزر اللي عملته. نعم. ما كانش يا تيتا يطلع من المقلية. كيف يعني؟
ها يطلعوا. ايه الجزر يلزق ما يطلع، ما بعرف ايش عملته. ايه ولا كبيته. هلا عملت بشمندر وبسلق بسبانخ وابيض. نعم. لا من شيء معمول الكريب، انه اليوم ما منلحق يا تيتا. ايه بس احسن شيء لما بلونه الحلو بشيء طبيعي. برافو على اصلك. وخصوصا العجينه. ايه مرات بقدر تعمل عجينه شو ما بدك للجاتو للمالح، هيدا بتقدر تلونيهم بشمندر والسبانخ. نعم. ايه بيطلعوا احسن. هلا حطينا لون الاحمر. اي صحي. اوكي هنحط لون الاخضر. نعم. الاخر شيء ابيض. انا بفضل الابيض بالاول. بنحط الابيض قبل؟ ايه مشان يعطي لون. اوكي نقدر نعملهم هيك؟ ايه شو لا. يلا هيك ببين احلى الابيض بالنص. اللي بدي كيفك تعملي يا تيتا حبيبتي. انا لو منك ما الي شي وجود هون يا حبيبه قلبي. وحياتي. يا عمي بتخجلوني. لا بتخجلوني. لا يا تيتا لا سهله فيكم يا شو، انا احسن منكم بكثير. كلنا مثل بعضنا، ما في حدا احسن من حدا. ما اختلفنا، بس لو من وجودك ما كنت موجوده انا هون. ايه هيك. ايه بس مش معناتها بتقولي الله يطول بعمرك خلي لي اياكي وتضلي قدامنا وتضلي كل شيء منيح. تفضلي. بس رح كتر قديش قديش اخذوا معك وقت هالكريب؟ انا مقلتين. حطيتي مقلتين؟ نعم. ايه اكيد. برافو يا تيتا عم بتساعديني. لأن كترت الكريم بلا الكريم كثير. لا إيه لأنها مفسوخة بدي حطها. معلش. واو. كله بيتاكل. إيه أكيد. يغزل العين. ما هو اللي بده يكون كبير هالقد هيك. ايه الكبير بده كبير. طول عمري اكيد الكبير بده كبير، لانكم كلكم هون قيمه ووجاهه كل شيء. بدنا نعمل شيء حلو كبير. نعم. ايه شو بنعمل يا تيتا؟ ما بنعمل شيء. ها حلو كثير. هيدا شيء جديد، موديل جديد هيدا. الفرن. برافو تيتا. يلا. برافو. جود. البطاطيت بعد بدون شوي ما ها. يعني هذا اللي بده ياكل منه هالقالب بضل كل النهار شمعين. انت زبط الامور عندك بهالوقت هيدا، كمان نحن عندنا بريك ونرجع.
احنا كنا عم نشتغل بالكريب، خلصناها وزينت لنا اياها بالكريم شانتي، طلع منظره حلو. هيدا كل ما بدكم تقصوا منه ببين اخضر واحمر وابيض، لانه العجينه هي الكريب ملونه، منظره كثير حلو. هيدا خلصنا منه. هلا عندنا السلاد. نعم هيدي السلاد زبطتها، رتبتها، حضرتها، وهلا هني بدها تكفي شو بدنا نحط فيها. هيدي شو حطينا؟ من جميع ما جمع. لوبيا، بطاطا، خيار، شمندر، لوبيا، خيار، بطاطا، شمندر، لوبيا، خيار، بطاطا، شمندر. حلو كثير. وسريز بندوره. وبندوره. يعني منظره بشهي. هلا شو بدنا نحط بعد؟ بدنا نحط يا تيتا. هات لنشوف. الزعتر. زعتر مكبوس. هيدا من الحقلة. نعم. زعتر بري. ايه بكبسه انا، بيبقى عندي من سنه لسنه. ايه هيدا طيب كثير مع السلطه. ايه خليهم قومه وحده تما نغطي المنظر الحلو. ويه ويه ويه. لانهم هاو طيبين. نعم. ها طيب عظيم. وهيدا زيتون. نعم. من دون بزر. نعم. على وجه بس نعمل نحن منظر. لا كمان طعمه. ايه اكيد. اوكي. وشو بعد بدنا نحط برجا؟ طولي بالك تيتا. هات لنشوف. هاو بقدونس. هيك يعني رشي، بتقلي تيتا رشي. ايه بدك ترشي رشي. رشي. ايه. بس منظر مش اكثر. ها. اوكي. عظيم. وهلا شو بدي زينهم يا تيتا؟ هات لنشوف. يا الله. في عنا الفيران وعنا الورد. أوه. يا وردة ريحتك جميلة، بس شوكك ليه؟ لك هاو كيفني عاملتهم. ها هاي بقصة بس، وبحط هاي الصغيرة بقلبها، بقصة مثل هاي وبرجع بحطهم بالماء بيعملوا هيك. نعم. وبقص وحدة من هون جزر هيك وبحطها بقلبها. ايه. وبتقعد هون. اوكي اوكي. وهي مثلها تقعد هون. نعم. ما بيروحوش مطرح. يعني هيدي المكنه اللي بتقص الرقيه، هيدي الخيار والكوسه والبطاطا والجزر. هيدي مقشره. ايه بالمقشره. ايه فيهم بيعملوهم بالمقشره. ايه بس في مكنه اللي عم بتقولي عنها اللي عملت فيها البطاطا. بس ليكي جميل. بعرف يا حياتي بعرف. ها مثل جميل تيتا لطيفة. ايه ايه معلوم معلوم، تغزلي فيي. ايه ليش لا؟ ليكي شو رأيك حط هون واحد؟ وين؟ على الجاتو. على الجاتو؟ لا ما دخلوا. ما دخلوا. هلا اثنين عم نعمل السلاد نحن. هيدا الورد حلو كثير. للسلاد. للسلاد، كثير منيح. وهودي كمان بالمبرشة. بس حطهم بالماي بيعملوا هيك. ايه منظر بس. نعم. ما بدي كتر كثير. لا اكيد المنظر. اكيد اكيد. أوكي. اكيد لانه منظره كثير حلو. وهودي الفيران. هلا عندنا فيران والزهور. ليكوا الفيران شو حلوين. هاي فاره. ايه سوري قطشت لها دينايا. ايه على مهلي. ليك الفارة شو حلوة. ها هاي الفارة عم تاكل شو؟ جزر. ها ما بتاكل إلا جزر. وهي خيار جاي عم تاكل، شفتوا؟ ايه. وهون كمان عم تاكل الجزر يا عمي. وهي فارة عم تاكل الخيار. نحن كتير عنا فيران اليوم. كتير فيران. ليك ليك شو مزغطورين. ليك الكبكب بالشوك شفتي؟ اي نعم. ليك شو حلو. وهيدا كبكب شوك. وهيدا كبكب شوك يا تيتا. كثير حلوين. بدنا نتفنن شو بنعمل. كثير حلوين. بعد في خلص يمكن. في بس هلا بعجل. حطي على النص وحده ها؟ بنحط وردي بالنص. ورده. يحو. اوكي خلص عظيم منيح. يسلموا هالايدين. بقاش عندنا شيء. ما هيك ما عندنا شيء بقى. في بالفرن بعد. في بالفرن هاي الصوص بالفرن. ايه اوكي تيتا نتفي بالفرن.
بس تشيلها من هون حبيبي. ايه ايه روحي ما عليك انت، روحي جيبي لنا الفرن. اوكي قلبي. يلا. ها استنى. شو خبرينا؟ شو خلصنا؟ شوي بدنا. يلا معلش شوي نطيح مرة. ايه خليهم تيستووا بهالوقت. هيدا ظبطي لنا هودي حبيبتي اللي شلتيهم من الفرن. اوكي يا قلبي. يلا جيبي لنا اياهم لها. هو البقر. هو ده البقر. جايبه معك سبانخ كانت حنان تتقلكم كيف بتلون فيهم، انه بتسلقهم وبميتهم وبتعصرهم وبتلون فيهم. بقى ما بقاش عندنا وقت، ما هيك خلص مزبوط. شكرا عزيزتي. هودي البقج. نعم هودي يلي محشيين جبنه ولحمه. ايه بدنا نحط. هاو محشيين بالكريب. ايه بدنا نحط لهم زينه. ايه طيب فرفحوا شوي. ايه نعم خاصة الاورانج. ايه اكيد. ايه ما بصير. شو بدي تسكتي؟ أنا شو عم بتفرج عليك تشوف شو بدك تعملي. أنا مبسوطة بالوردات وبالفجلات و... هودي وردة ريحتك جميلة. نعم بس شوكك ليه؟ طيب هذا خلص ما هي؟ ايه هلا بعد في عنا هوديك. اللي بالي حط على هيدا هيك. يسلموا هالايدين. الجزر بيتاكل. شو بدك تحطي؟ هيك مثل ما بدي. بدك تحطي حطي. ما بنقدر نقول لا لحنان يعني. كيف بدك يلا خليهم عندك هودي يمكن تعزيهم لهونيك. بعد في عندك هونيك هات لنشوف. اوب ليك حبيبتي هودي خلص ها؟ وي ها؟ نعم خلصوا؟ ايه؟ اه اوكي هودي الباجيت. نعم يلي محشيين لحمه وجبنه كمان. بعد في عنا هونيك شو البطاطين. خلصت ولا بعد بدها؟ بفتكر خلصت. خلصت اوكي. لانه انا سلقتها نص سلقه. اوكي اوكي ايه. عظيم عظيم. فاذا بعد عنا شيء هونيك. نعم بعد البطاطا. نعم. نحطهم بصحن حياتي؟ لا منحطهم حد. لا بصحن. بصحن لوحده؟ ايه لان هون ما في محل. اوكي تيتا. شي صحن من عندك حبيبتي من تحت. معلش اذا سكبتهم هون. ايه ايه حبيبتي ايه حطيهم عندي.
هاي الصينية رح تضل مثل ما هي. هون هاو كتير حلوين هيك. هود البطاطا يلي محشينن حشينن. هاي البطاطا هاي مقصقصينها كلها 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 وحاطه بقلبها جبنه وزبده. لك شو مهضومه. خلصنا؟ خلصنا. لك يسلموا الله هديتك. مصره انها تحط برج جزر. مصره 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 كثير منيح. بدنا نفرجيكم انه نحن هون عملنا الكريب بالشوكولا وحطينا الوان احمر واخضر وابيض صاروا مثل قالب جاتو وحطينا لهم الكريم شانتيه على وجههم. بعدين هون عملنا بقجه، قال بقجه هي سميتها بقجه كمان محشيين لحمه وجبنه وبالفرن. وهون لحمه وجبنه الباجيت كمان بالفرن. وهيدي الصينيه انتم شفتوا شو عملنا، أول طاق بطاطا، بعدين جبنة، بعدين لحمة، بعدين بطاطا، يعني هيدي متقونة كتير. والسلاد عدينا لكم ياهن. يا حنان أنا بدي أقول لك سلم دياتي. وأنا بدي أقول لك الله يطول عمرك وتدلي قدامنا. ميرسي يا حبيبي. وأنا بنبسط فيك كتير اللي بتكوني أنت مبسوطة. يا حياتي. أنا بنبسط. وأنا بنبسط فيكم. إيه ولما بلاقيكي هيك مفرفحة. تنبسطي. هالقطيفية مشعشعة. إيه. قلبي بيصير هالقد. خلي لي إياكي. خاصة لبرونو وسيرج وريفا. إيه. والإكيب وكل كله. الإكيب أنا هو من قلبي بحبهم. وبقول لهم يا الله لا يحرمني شوفتكم وانا الله يحرمكم شوفتي. لمين بدك تسلمي؟ بس الله يطول عمري بس دل معكم. اكيد اكيد بسلم لسيرج لاولادي بافريقيا وبسلم لشيري ورفقيتها بافريقيا. اوكي. باستراليا. وانا بدوري بدي اقول لها شكرا لحنان انها اجت وتعذبت عملت لنا هالسفره. ويلي بحب يجي لعندي الرقم على الشاشة بتبعتوا رسالة وأنا بقلكن أهلا وسهلا فيكن وباي باي باي.